يا عمي في ابزور الله يوفقك. ليك هاد حسابك، انا عم بحكي كرمالك، يعني معقول يكبر حسابك؟ انت بدك توفيه وكيف بدك توفيه؟ اطلع هون عندك 10 شهر، هون كنت جايب لي معك 4-5 كمان، اخذت شاي وقهوه ونزلت ورقين ومدري شو، يعني والله العظيم عم بحكي كرمالك. روح جيب لي كاس شاي يا ولد على السريع. شو رايك تقوم على طاولة المعلم وتقعد على الطاولة الثانية وتحكي مثل العالم والخلق؟ الظاهر انت الذوق ما بيمشي معك. إلي لا تقولا، شو رايك تقول تجيب كاسة الشاي مشان نهارك يضر رورو؟ وأنا ما بدي خلي هالنهار رورو. هو على ما بده يمر نهاره، حط وشك بوشي مشان ما يقولوا أخذتك غدر. يلا يلا. لا زلمة القلع من هون. شو هذا اللي عم تعملوه انت وياه؟ طب خنجرك يا ولد. شو مين؟ لكم ما عرفتني. انا بكري ابن اب بكري اخوك، ما عرفتني؟ طبعا عرفتك عمي، طبعا. الله يرحم ابوك شو كان ادمي ومؤدب. اهلين وسهلين، جيب لنا كرسي عمي. لا ما هو شيء بدك تاخذني بالاحضان، انا هيك بعرف. ولا مو عاجبتك زيارتي عمام؟ عمي بس تجي تزورني ببيتي بحطك على عيني وراسي وبقول لك 100 اهلا وسهلا فيك. بس انه تجي لهون على قهوتي وتعيد. لحظة عمي، هي قهوتنا. شو امرت عمو؟ ليه مستغرب؟ جاي طالبك بحق أبي بالورثة، ولا تكون ورثة جدي ما بتنقسم بالنص؟ عمي بجوز أنت ما بتعرف شيء أو فهمان شيء عن شيء، يعني شو عم تخبص؟ شو عم تخبص؟ شو بدنا لك عمي؟ شو ناوي تاكل حقي قدام الخلق؟ اسمع ولك، بحتك بتحمل درب طريقك وبتطلع من القهوة أحسن ما أكسر لك رجلك وحملك ياها.